ليس في عجلة من أمره، فكلما سافر الألماني تشارلي بوش بسيارته القديمة الكهربائية زمناً أطول كان ذلك أفضل بالنسبة له. ويمكن لبوش بسيارته لوريك إلكتريك سبيدستر استكشاف جزيرته المفضلة مايوركا بشكل أفضل. يمكنك شم رائحة الصنوبر القريبة منك في كل مكان، وخاصة في الصيف، وتكون قريبا جدا من الطبيعة وبعيدا عن الضوضاء والروائح الكريهة، ما يجعلك تركز أكثر على قيادة السيارة. صمم تشارلي بوش هيكل السيارة على غرار سيارة لوريك القديمة. كان لوريك معملا للسيارات في مايوركا، صنع 120 سيارة خلال 5 سنوات بدءاً من عام 1920، وكانت تستخدم أيضاً في السباقات كونها تميزت بالرشاقة والسرعة. كانت تسير ضد التيار حينها، فقد كانت السيارات عام 1920 ثقيلة وكبيرة جدا لأنها تطورت من عربات الأحصنة، ولهذا السبب كانت تحتوي على محرك ضخم. حينها فكر المنتجون بتصنيع سيارات خفيفة جدا يكفيها محرك صغير، كما كانت السيارات آنذاك آمنة للغاية على ما يبدو، ربما لأنها كانت صناعة يدوية، وكانوا يفحصون كافة أجزائها الصغيرة بدقة. ولا تزال لوريك إلكتريك سبيدستر حتى يومنا صناعة يدوية، لذلك تعتبر كل سيارة منها فريدة ومختلفة عن غيرها. وكان سعر السيارة ذات المحرك المطور يدوياً والبطارية التي تضمن قيادة 260 كيلومتراً أكثر من 150 ألف يورو. هل يعتبر شراء سيارة وخاصة كهذه أمراً ملائماً لزمننا هذا؟ وهل يجب علي أن أمتلكها؟ أقودها لأسبوع كل عام وأركنها مدة 51 أسبوعاً في المرآب ولا يراها أحد من الناس؟ ربما يكون من الأفضل وجود نوع من النوادي بالنسبة للوريك الكهربائية. لا يزال تشارلي بوش يعمل على سياراته بكل أشكالها، وأنجز حتى الآن 5 منها، وأينما ظهر فيها فهي تجذب الانتباه على الفور. رائع، هناك زمور أيضاً، تبدو وكأنها علبة لها عجلات. والمفاجأة الكبيرة هي عند فتح غطاء المحرك. أحدث التقنيات داخل هيكل قديم، وهذا شيء جيد. السيارات الكهربائية فكرة رائعة، ولكن أن تصنع من هذه سيارة كهربائية فهذا أمر مميز. لا تلوث البيئة، إنها سيارات المستقبل. نظراً لزيادة اهتمام الناس بسيارة لوريك إلكتريك سبيدستر، قرر تشارلي بوش تنظيم جولات في الجزيرة بالسيارات كخطوة أولى لتسويقها، وذلك لكي يشعر أكبر عدد ممكن من الناس بأنفسهم بشعور القيادة الكهربائية البطيئة. لماذا أستمتع بقيادة سيارة لوريك إلكتريك التي لا تزيد قوتها عن 40 حصاناً؟ وإذا تمكنت من إيصال الشعور الشخصي بمتعة قيادتها إلى الآخرين، ألا يمكن لفت انتباه الكثيرين إلى أن طلب المزيد من السرعة والعلو والذهاب بعيداً سيقود دوماً في النهاية إلى طريق مسدود؟ وهكذا يريد شارلي بوش أن يكون سفيراً لوسائل النقل المستدامة بسيارة تمد جسراً من الماضي إلى المستقبل.